رضا وحمد القلعي هما من نجوم الموسيقى التونسية، هما اللي صنعوا جزء كبير من تاريخ الأغنية التونسية. خاصة كي نقولوا رضا القلعي، رضا القلعي هو مصطفى الشرفي، هو الهادي القلال، هو العديد من الفنانين اللي برزوا في السبعينيات وفي الستينيات، يوسف التميمي كذلك، عليا كان صاحب العديد من المطربين، كان لحن العديد من الأعمال. متأثرين به برشا موسيقيين، برشا كمان جديد، مش أنا برك، شوف السي رياض عبد الله، فما ناس برشا مغرومين به، وراجل خلى أثر كبير سي رياض القلعي، سي أحمد القلعي كيف كيف زاد خلى أثر كبير، وكان معناتها الموسيقى التونسية معناتها زادوا معناتها أثروا الموسيقى التونسية. ممتاز جدا على آلة العود، من رواد العود في العالم العربي، وتلهى ياسر بالمعزوفات، شوفوا عنده برشا معزوفات وعنده تقاسم. أي سيري دار القلعي عازف كما قلت لك من مشهور جدا، يعني مبهر، عازف كبير ياسر، وزيد تلهى بالغناء خاطر يلقى فيه حس أكثر، معناتها إحساس أكثر، ذاك علاش الغناء يزيد يخليه معناتها يتطور، قد ما تطور يتطور.
الفرقه الوطنيه كما شفتوا الليله من اعلام الموسيقى التونسيه معناتها عملوا هو سهريتين مش حتى سهريتين وعملوا معناتها كل عام زاد يعملوا حتى من مازالوا الاحياء الكبار القدم قاعدين يعملوا معاهم في حفلات وحاجات حلوه ياسر قاعد تعدى معاهم وعملوا سي صالح المادي قبل وعملوا حاجات اخرى. فحتى في مناسبات الافراح معناها نسمع الاغاني هذه وعاده الاغاني اللي تتردد ديما هي الناجحه فاحنا رضا القلعي ومش يعني نشكروا فيه على خاطر اسمه لا لانه ترك معناها ما شاء الله من الالحان وكان حتى الكلام يقول كلمات وهي عائله القلعي هذه معروفه بالفن وبالموسيقى واللي زاد باش نقولوا الحقيقه انه رضا القلعي في الفتره نتاعو يعني في وقت الشهره نتاعو زاد كانت الساحه فارغه ما كانش معناها المنافسه الكبيره والكونسيرفاتوار والمعاهد الموسيقيه فهو معناها موهوب بالفطره هو من اصله موهوب واسقل موهبته لما كان الفرنسيين والاساتذه الايطاليين والله يرحمه سي صالح المهدي كان عنده فضل كبير على رضا وعلى غيره فزاد باش ما نقولش حديث طويل برشا رضا القلعي يقعد رمز من رموز الفن التونسي يعني تقولوا التونسي معناها الاغنيه التونسيه لانه هو صنعها وان شاء الله هالتظاهرات اللي منه هذا تتواصل حتى نكونوا اكرمنا معناها مبدعينا وساهمنا احنا وشاركنا الفنان الجزائري عباس الريغي من الجزائر كي يقولوا عباس الريغي المالوف الصنتيني الموسيقى التقليديه الموسيقى التراثيه عندنا عرض ان شاء الله مع الفنان رياض الفهري باش يكون في الموسيقى بين ضفرين العالميه مشاريع يعني ان شاء الله في طور الانجاز ان شاء الله